السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من One Hour Networking. المرة الماضية تكلمت عن الريب Routing Protocol وبس حكيت ملاحظات بسيطة يعني ممكن تساعدك إذا حاولت تعمل يعني تقوم بهاي الإجراءات علشان تعمل Configuration إعدادات لجهازك. المرة هاي راح نتكلم عن الـ OSPF. الـ OSPF طبعا كمان نفس الشيء، بتروح باكيجز تحصل على الباكيج من نتوركينج او قسم النتوركس او النتورك سيرفيسز من الباكيجز، واسمه كوغا او اس بي اف او كوغا او اس بي اف دي. بعدين طبعا بتيجي هون بحكي لك هسا بالنسبة للكوغا هو عبارة عن شيل، سكريبت شيل، فعلشان يقدر الفايروول يحكي مع الشيل لازم يكون في باسورد، يعني مستحيل يفتح بورت هيك بدون ما يكون في باسورد، حتى لو كان موضوع داخلي ممكن بطريقة معينة يتعرض للهاكينج إلى آخره إذا حدا متصل بالجهاز. فكل اللي أنت بدك تعمله إنه بتدخل باسورد معين بغض النظر ايش هو عشان تقدر تتكلم مع الراوتينج بروتوكول، الكوغا راوتينج بروتوكول او الكوغا راوتر. طبعا لوجينج يفضل تحافظ على اللوجينج علشان تشوف كل شيء. الراوتر اي دي هو لازم يكون واحد من هذول، يا هاي الراوتر اي دي. طيب الافضل اللي هو دائما بيقولوا هاي انك تيجي وتعمل او تروح تشوف اللوب باك ادرس تبع جهازك اللي هو 127.0.0.1 وتعمله بايند مع اللوب باك ادرس تبع يعني تعلنه. لكن حاليا بس انه تاخذ مثلا هذا 57 زي ما انا شايف، زي ما انتم شايفين انا حاطه هون. بالنسبه للاريا، الاريا انتم شايفينها هيك هي نفسها الصفر، يعني هي نفسها زيرو. اريا واحد راح تكون هيك واحد، اريا اثنين ثلاث عادي يعني مش اشي. فانا كلاتهم راح احطهم. بقيه الاشياء هاي اللي انتم شايفينها اشياء متقدمه بالاو اس بي اف، فمش ضروري تعبيهم كلهم يعني عادي، يعني مش رايحين. طبعا هسه الان لو اكبس سيف مش راح يصير شيء. ليش؟ لانه انا بعدني مش حاط ولا انترفيس، يعني انا بدي اشغل بروسيس تبعت الراوتينج بروتوكول اللي هي الاو اس بي اف. علشان تشتغل بروسيس لازم يكون اقل شيء في عندك انترفيس واحد شغال عليه الاو اس بي اف. فبدي اجي على الاريا بدي احكي له هذا الوان اللي هو انترفيس الوان بس زيرو، سوري زيرو. فهاي انا حطيته بالزيرو. ديسكريبشن، ايش الديسكريبشن؟ بتقدر تحط اي شيء ديسكريبشن عادي مش اشي. انترفيس باسيف كذا، هذول كلاتهم اشياء متقدمه. لكن اذا حبيتوا نحكي عنهم شوي. المتريك، الكوست للاو اس بي اف انترفيس، يعني انا لو كان في عندي دي ار وبي دي ار ديسيجنيتد راوتر وباك اب ديسيجنيتد راوتر، علشان واحد منهم يكون ديسيجنيتد راوتر لازم يكون المتريك كوست، اذا كان طبعا يعني الكوست تبعهم اقل، اذا كان الكوست تبعته اقل فهو مرشح يكون ديسيجنيتد راوتر اكثر. اذا كان عندك مجموعه من الراوترات مشبوكه مع بعض، بس هون اصلا ما فيش غير اثنين فعشان هيك موضوع محلول وبسيط. بس هاي بطريقه علشان تتحكم مين هو ديزيجنيتد راوتر. بس حاليا يعني الراوترات بطلت زي اول. زمان كان الراوتر يعني شو 60 ميجا هرتز، هسا الراوترات جيجا هرتز يعني سريعه جدا. وغير انه موضوع البروسيسنج الهاردوير كله اختلف، فعشان هيك مش مهم مين يكون ديزيجنيتد راوتر ومين يكون مش ديزيجنيتد راوتر. باسيف انترفيس، يعني انا هسه في عندي لوب باك ادرس شغلت عليه الاو اس بي اف، ليش؟ عشان انزله بالراوتينج تيبل عشان يكون الراوتر اي دي، تمام. بس انا ليش اشغل عليه بروسيس؟ عشان هيك انا بعمله باسف، ما بدي اشغل عليه بروسيس، يعني ما بدي ابعث عليه واستقبل اعمل ليسننج عليه للراوتينج.
اكسبت فلتر يعني هنا اذا بدك اذا كان عندك مالتي وان ما صراحه مش متذكر ايش هاي بتحكي لكن هنا اذا كان اذا بدك تعمل انكريبشن ام دي 5 انكريبشن باسورد وراوتر برايوريتي تذكروا عشان دي ار والبي دي ار هالو انترفال لازم يكون الهالو انترفال هو بالوضع الطبيعي 10 سكند لكن انا بقدر اخلي الهالو انترفال يعني مرحبا انت موجود انا مش موجود انا موجود لا انا موجود كذا لازم مستحيل تطلع انا 10 لازم اكثر اشي توصل 5 او 6 الى اخره فانت بتقدر تعدل لكن اذا عدلتها هون بدك تروح الراوتر الثاني كمان تعدل هالو انترفال والى اخره ترانسميت انترفال والديد تايم الى اخره هاي المواضيع لكن هذا هو كل اللي انت بدك اياه ضيف كمان الانترفيس الثاني اللي هو اللان بس حطه بالاريا يعني هاي هيك خلصنا هاي الاعدادات بس تخلص من هون تيجي هون تكتب الباسورد بعدين تيجي هون لوجين كذا راوتر اي دي الاريا سيف هيك انت شغلت ال OSPF بس بهاي السهولة تيجي هون سوري هذا نفس ال مثلا هاي عندك هاي الانترفيسز بعدنا احنا شغالين على نفس التوبولوجي يعني احنا هون في عندنا انترفيس هون وفي عندنا انترفيس هون كل اللي راح نعمله هو التالي راح نعمل التالي اللي هو بتيجي على الراوتر دخلت هون بس انت بدك تدخل انترفيسز فش عندك شيء سوري مش ديسكريبشن هون بس بتحكي له انه انا بدي اياهم بالاريا زيرو وسيف اللان انترفيس اريا زيرو سيف بعدين باجي هون بحكي له انه الباسورد بغض النظر بس هاي اقتراح لا تستخدموش نهائيا لوجينج لوج ادجسنسي تشينجز كل هذول بروحوا بنزلوا باللوج لوج هون سوري شون هون سيستم لوج بعدين في عندك الاريا اللي هي الزيرو بعدين بتكبس سيف هاي بتكون هيك انت شغلته على الثاني بالنسبه للراوتر الثالث اخر شيء بدك تيجي على السيرفيسز هاي في عندك هون الانترفيسز طبعا لا تنسى انه هاي هون هذا شو راوتر اي دي يعني انا لما اشوفه بعرف انه هاي يعني هو هذا الراوتر يعني اسمه على ال OSPF one area save plus area طبعا اذا حبيت ادخل على نفس ال one hour networking عذرا وشوف ال OSPF يعني الكونفيجريشن كاملة رو كونفيج هذا بالنسبة اذا بدك بتقدر كمان تدخل هون الكونفيجريشن لانه هو انا حكيت لك هذا عبارة عن كونفيجريشن فايل بتقدر تكتب هون الكونفيجريشن اللي بدك اياه لل OSPF وحتى كمان للزيبرا بتقدر تقول له الباسورد 123123 كذا كذا يعني هيك الامور هون شايفين OSPF Routing Process Router ID supports only single type of as service TOS routes ما مش عارف شو هي اسم طيب الان يعني انت شفت هنا قمنا بهاي العمليه نزلت عندنا الراوتس يعني صارت لازم تكون موجوده عندنا بالراوتينج تيبل وفعلا موجوده عندنا بالراوتينج تيبل يعني معناته هون لازم تكون موجوده وهون لازم تكون موجوده فعلا موجودات عنا موجودة وموجودة يعني معناته انت بتجيب اول بي سي او اللي هو بي سي 2 مش اول بي سي تجيب بي سي 2 تيجي عليه انا طبعا شيكت على هذا الموضوع ورا الكاميرا شايفين مباشرة كمان هون سوري فاي انتم احنا موجودين هون
اللي هو 198 59 وهذا 102. 102 بده يروح على 250 عذرا 251. 251 بده ينتقل على الراوتر رقم يعني بده يجي هون 250 بعدين بده يجي هون عذرا هون 201 102 بعدين اخر شيء رقمه 100. هيك بتكون انت عملت وصل بيناتهم عن طريق الـ OSPF. سهل جدا، مش معقد، ما فيهوش اي شيء. انا حكيت لكم بس انه انت كل اللي بدك تعمله، يعني مش ضروري تعبي كل الفراغات هاي، لكن شيء جميل انك تقرأ عن هذولا وشوف شو مكتوب عنهم، وشوف الفيديوهات الثانية بتشوف ايش معنى هذول او اغلب معانيهم. واذا حبيت بتقدر تشوف كمان ال يعني تقرأ بكتاب او مرجع علشان تقدر تعمل الكونفيجريشن للـ OSPF. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.